الحقيقة امبارح كان في طبعا مباريات مثيرة جدا للنتائج وحسمت مواقف، زي ما قلنا لحضراتكم يوم الاثنين يمكن الجولة الرابعة من دوري الأبطال بتحسم في وقت من الأوقات مين اللي هيوصل لأدوار النوك أوت، كمان بتحسم خروج فرق كثيرة جدا. الحقيقة امبارح كان يعني مباريات مثيرة جدا جدا على مستوى النتائج، على مستوى طبعا الأداء الفني، وكلنا وقفنا عند نجمنا الكبير محمد صلاح. الحقيقة يعني قبل ما أتكلم على محمد صلاح، في فرق كبيرة، الأسماء الكبيرة زي البايرن خلاص تأهل بشكل رسمي، المان سيتي تأهل بشكل رسمي، ريال مدريد، وكمان مفاجأة المجموعة طبعا نادي كلوب بروج البلجيكي اللي بيتأهل رسميا للدور الـ16. لكن امبارح كلنا كنا يعني سعداء جدا جدا، يمكن كان محمد صلاح او ليفربول مكان يعني تشكيله ما كانش متواجد فيها محمد صلاح، لكن بمجرد دخول محمد صلاح اللي بيحقق ريكورد صعب جدا، انا في اعتقادي صعب جدا جدا اي لاعب يحقق هذا الريكورد، وهو احراز هاتريك في 6 دقائق و12 ثانيه. 6 دقائق و12 ثانيه، نجمنا الكبير محمد صلاح بيكتب وبيسطر تاريخ في البريمير ليج على مستوى الكرة الإنجليزية، على مستوى الكرة العالمية. محمد صلاح يعني برغم سوء أداء ليفربول على مستوى البريمير ليج، رغم يمكن بعض الانتقادات على أدوار محمد صلاح في البريمير ليج، ولكن زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح وكلنا تابعنا امبارح، الثلاث أجوان جابهم محمد صلاح، يعني بتتكلم في هاتريك يعني 6 دقائق و12 ثانية، ما اعتقدش هذا الرقم ممكن اي لاعب على مستوى العالم يحققه قريب. يعني كل الناس بتتكلم ممكن هالاند متواجد، في لعيبه كبيره متواجده، ليفا يمكن حقق الهاتريك يمكن في احد سنوات دوري الابطال، ولكن في تقريبا 11 دقيقه، ارقام كبيره جدا بيحققها محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح كمان اللي لاحظناه يمكن الحالة النفسية ما زالت، يعني حتى بعد إحرازه للأهداف مش دي فرحة محمد صلاح، الابتسامة غايبة عنه شوية. بعد المباراة جت الصورة عليه وهو خارج من الملعب، يمكن ما راحش كمان يمكن يحيي الجماهير بالشكل المعتاد. ما زال محمد صلاح يمكن قلقان على فرقته، قلقان على كمان عليه نفسه، يعني هو طبعا الهاتريك ده بيديله أكيد حوافز جديدة ودوافع جديدة وبيعلي أكيد من الروح المعنوية، ولكن محمد صلاح ما زال لسه مش مبسوط، يعني مش مبسوط بموقفه في أو موقف ليفربول في البريمير ليج، ولكن كان مهم جدا على المستوى المعنويات، على مستوى الصحف العالمية النهاردة اللي هنتابعها مع حضراتكم كلها بتتكلم على محمد صلاح، خاصة الصحف الإنجليزية، كان مهم جدا لنجمنا الكبير أن يستعيد الثقة مرة تانية، وده مهم جدا 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 للعيب الكرة، وخاصة في الهاي ستيج، في الليفل العالي اللي بيلعب فيه محمد صلاح، وطبعا كأفضل لاعبي كرة القدم في العالم على مستوى طبعا كبير جدا من الاحترافية، لكن محمد صلاح بيكتب اسمه بحروف من ذهب في دوري الأبطال الأقوى المسابقات على مستوى العالم برقم كبير جدا، هاتريك في 6 دقائق و12 ثانية. كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح.